السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة عندنا بقى شوية شغل كده مع بعض، إن شاء الله هنعملهم مع بعض. أول حاجة بعملها لما بصحى من النوم بشغل طبعا القرآن على سورة البقرة. بعد كده بشوف بقى ايه، شغل الغسالة. بعد ما أشغل الغسالة بقى ابتدي ايه، أشوف بقى ورايا ايه أعمله. انا بحب كده ايه اقعد مع نفسي كده ايه 5 دقايق كده او 10 دقايق، ارتب في افكاري اول ما اصحى من النوم، ارتب كده إيه هعمل ايه ورايا ايه، عشان ايه مفيش حاجه تتوه مني من الحاجات اللي عليا اليوم ده. اول حاجه عملتها النهارده كده ان انا ايه دخلت حطيت ال، طبعا الجو ابتدى يحرر شويه، فقلت اغسل ايه اللحاف كده كل يوم اخد اللحاف، فده اللحاف حطيته بقى في البانيو كده، حطيت شويه برسيل جيل على شويه كلوركس الوان ومليت البانيو عليه كده، وقلت ايه انقعه شويه قبل ما اخلص اللي ورايا واخش ايه اغسله. انا بنقعه بس كده واسيبه بقى ايه، وانا رايحه وانا جايه ادخل كده بقى برجلي كده احط رجلي عليه شويه كده وانا رايحه وانا جايه. اول اللي الاقيه داخل بقى فيهم الحمام اقول لهم ايه يلا اغتصوا في البانيو شويه كده يدعكوا فيه، بيبقى نضيفه زي الفل على طول. حاولي تسالي نفسك شغل البيت كده يعني، ولاش تهجي نفسك كتير يعني، خليها يبقى يعني كل يوم اعملي حاجه قسميهم يعني، حتى لما تعملي الحاجة ما تهديش نفسك فيها برضو يعني، اعمليها بنظافة برضو بس من غير ما تهدي نفسك، خلي بيتك نظيف وزي الفل دايما من غير ما تتعبي نفسك وتهدي نفسك وتهلكي صحتك، لان الصحة اللي بتروح ما بترجعش تاني يعني، كل حاجة بترجع الا الصحة بصراحة، لما بتروح ما بترجعش تاني. وبرضو ما نهملش بيتنا ونخليه مش نظيف واحنا قاعدين ونريح نفسنا، لا وسطي نفسك كده وحاولي ايه تظبطي نفسك ان انت كل يوم تعملي حاجه من اللي عليكي يعني، قسمي اللي عليكي كل يوم اعملي منه حاجه عشان ما تهديش نفسك، هيبقى بيتك نظيف وزي الفل وفي نفس الوقت مش هتكوني هديتي نفسك. انا هنا بقى كنت ناوي بصراحه ادعكه دعكه كده خفيفه لان هو كان نظيف بصراحه، ما كانش فيه حاجه يعني، العيون كانت نظيفه، العين بس اللي جوه اللي كان مجبوب عليها قهوه، بس بصراحه وانا بغسله بقى كده الميه والصابون شجعوني فسخنت، فروحت جيبها شايله العيون دعكاها وقلت اغسله بقى كله ايه غسل حلو كده ان شاء الله. لو صاحيه من النوم بقى كسلانه كده وملكيش مزاج تعملي حاجه ومكسله كده، ابداي بالمواعين، ابداي بالمواعين، غسيل البوتاجاز الحاجات دي، المواعين بتخليكي على يعني فكره بتطلع الطاقه بالسلبيه وبتديك طاقه ايجابيه وبتخليكي تتنشطي كده، عايز يعني بتغسلي المواعين بتلاقي نفسك اتنشطتي خصوصا في الصيف وعايزه بقى ايه تشتغلي شغل كتير يعني، عشان كده انا اول حاجه ببدا بيها لو في مواعين سايباها ببتدي بيها، لو مفيش مواعين انا عاده ببقى نايمه وسايبه الحوض نظيف والمطبخ نظيف، بس ساعات الولد بقى بيقوم يعملوا حاجه ياكلوا حاجه يشربوها بيوسخوا المطبخ بالليل، فببتدي بقى بالمواعين عشان خاطر ايه اتشجع يعني. بعدين بحب اخلص الحاجه ايه اللي هي بتبقى صعبه عليا الاول وبعدين اخد الحاجات السهله. طبعا كل الستات ما بتحبش غسيل المواعين، شايفين بقى المطبخ يعني الرخامة طبعا مليانة مواعين زي ما انتوا شفتوا كده، انا بحب بقى ايه احط الم كل اللي في المطبخ في الحوض على الرخامة وانزل على الحوض بقى يعني، الم على البوتاجاز اللي على الرخامة التانية، الم كده كله، اخد الحاجات الصغيرة كلها في الحوض، والحلل الحاجات الكبيرة بسيبها مع الرخامة على جنب عشان ما بعرفش اشتغل والحوض مليان مواعين جنب يعني، بقى مليان مواعين كده يخليكي ايه تكتئبي كده، مش هتحسي ان انت مش هتقدري تكمليهم، فلا ما احب اشتغل عشان كمان ابقى شغاله براحتي ويبقى المكان فاضي حواليا، فبحب انظم كده الرخامه حواليا والحوض وابتدي بقى ايه اسمي الله واشتغل. عشان المواعين بقى تخلص معاكي بسرعه كده وايه تحسي ان انت ما تحسيش بيهم يعني، خد زي ما قلنا قبل كده تاخدي بقى الاذكار بقى 10 استغفار، 10 حوقله، 10 لا اله الا الله، 10 صلاه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، هتلاقي نفسك خلصتيهم، خلصي 10 خدي اعملي 10 10 10 تانيين طول ما انت واقفه كده، بحيث ان انت ايه قبل ما تخلصي المواعين تكوني ايه خدتي ثوابت كتير كده وانت واقفه وانجزتي. انا بحب اغسل ايه باللي هي السلكه الناعمه دي بصراحه، بتلمع هو دي حلل الاستانلس، بتلمعها كانت الومنيوم او الاستانلس بتلمعهم كده وبتخليهم حلوه، التانيه بحس ان هي بتخربشهم شويه في الاستانلس، بحس ان هي بتخربش المواعين شويه، فانا بحب اللي هي السلكه الناعمه دي رغم ان هي بتبوظ الايد بصراحه، لكن بحب اشتغل بيها. يلا بقى لو عندك شويه مواعين كده بقى ايه تشجعي كده وتنشطي كده وقومي ايه خلصيهم، بس خلصي الفيديو الاول وقومي كده تشجعي وتنشطي وخلصي المواعين اللي وراكي،
والله المواعين انا بحب اغسل المواعين في الصيف بصراحه، ما بحبش اغسلهم في الشتاء يعني، حتى لو في ميه سخنه بصراحه الواحد بيبقى في الشتاء مكسل عليهم، بس في الصيف بحب اغسل المواعين. يعني انا في الصيف بحب اغسل المواعين اكتر من الترويق والبيت وكده، في الشتاء بحب الترويق والبيت كده عشان بيدفي اكتر من غسيل المواعين. متنسيش بقى لو لسه ما اشتركتيش في القناه تشتركي فيها كده، وما تضغطيش على زر الجرس عشان يوصلك اي حاجه بنزلها، ميزانيات او روتين او اكلات او كده. ومتنسيش بقى كده ايه لايك حلو منك. وما ننساش يا جماعه ندعي كتير برضو، الدعاء برضو بغير القدر، ندعي برفع الغلاء، رفع البلاء ده عنا، ربنا يرفع عنا البلاء والغلاء امين يا رب العالمين. ادعوا كتير، ادعوا لاولادكم، ادعوا ان ربنا يرضى عنهم ويرضيهم ويرضيهم. ادعوا لهم برضو بكل حاجه، ادعوا لنفسكم، ادعوا اللي حواليكم، ادعوا كتير دعاء بغير قدر. ولازم نتحرى الوقت اللي استجابه الدعاء اللي هو بين الاذان والاقامه، ده وقت حلو قوي للدعاء، اول ما الاذان يدن، اول ما تسمعي صوت الاذان كده ادعي كتير قوي. في وقت برضو كله غافل عنه حلو قوي لاستجابه الدعاء اللي هو بين ساعة اذان الظهر. يعني انت لو صليتي الظهر طبعا 4 ركعات، هتصلي الظهر 4 ركعات، لو تقدري تصلي قبلهم 4 2 في 2 او 4 على بعض، لان دي صلاة نهارية يعني، فبتتصلى ممكن 4 مع بعض وركعتين بعد صلاة الظهر. وادعي بقى بين الاذان والاقامة، الدعاء ده مستجاب جدا. وبعدين انت لو ما بتصليش قيام الليل، فالوقت دوت لو صليتي فيه ال4 ركعات مع ركعتين السنة، ده برضو كأنك قمتي بقيام الليل بالظبط، يعني بتاخدي نفس الاجر بتاع قيام الليل. ربنا والله عطينا نعم كتير قوي، منها الدعاء ده نعمة ربنا عطاها لنا. يعني ممكن تحققي كل اللي انت عايزاه، كل اللي بتتمنيه بالدعاء، بس وعي الصبر طبعا. وربنا بيحب العبد اللحوح يعني اللي بيدعي كتير قوي، فخلينا كده ايه نلح في الدعاء وربنا يستجيب باذن الله. على فكره انا مش بغسل المواعين بسرعه قوي كده، يعني انا مش خارقه يعني. انا مسرعه الفيديو يعني عشان محدش يحسب ان انا ايه بغسل بسرعه قوي كده يعني. وياريت تحطي بقى ايه شويه خل معاكي في المسحوق بتاع الغسيل، في هي العلبه اللي بتغسلي بيها يعني، تحطي شويه خل وشويه ملح. الخل بيخلي المواعين تلمع معاكي، والملح بيزود الرغوه. انا هنا محطيتش، بس انا ساعات كتيره بعمل كده يعني. ولو الاستانلس بتاعك يعني فيه شويه حروق كده من النار، انتوا عارفين طبعا الاستانلس كتير قوي بيبقى، لو عليتي النار عليه شويه يعني وسهيتي كده بيتحرق من النار يعني، فحطي شويه كربوناتو وشويه خل ودعكيه بحته سلكه، هيرجع تاني جديده وزي الفل. هنا برضو طاسه تيفال دي بدعكها من جوه كده، بس ما تكونش بسلكه او حاجه، وباخدها من بره بقى بدعكها بحته سلكه ناعمه كده من تحت، الحتت اللي هي الايه الاستانلس اللي فيها من تحت، عشان تبقى بتلمع ونضيفه على طول. خلصنا الحمد لله كده المواعين بتاعتنا، بقى نمسح الرخامه كده. القطه بتاعتي طبعا مشرفاني، انا منين ما بقى اروح في اي حته تلاقيهم ورايا على طول، في المطبخ ورايا، قاعده في اي حته تلاقيهم ورايا بغسل المواعين، طول ما قاعدين جنبي على الرخامه الاتنين. هنا بقى حطينا شويه صابون كده من اللي احنا جايبينه ده، انا جايبه الصابون ده بقى للتنظيف، بس بصراحه غسلت منه مواعين لقيته حلو، بيرغي وبينظف وبيلمع وجميل. انا كنتش بس بحب اجيب السايب ده عشان ايدي عندي زي حساسيه كده من الصابون، عشان بيبقى فيه مواد كاويه كتير قوي غير اللي هو الازايز، بس ده جبته بالجليسرين لقيته حلو قوي على فكره يعني. فانا بفكر ان شاء الله بعد كده مش هجيب من اللي هو السايب ده واشتغل بيه من باب التوفير يعني، لان التاني سعره دلوقتي 24 و20، في طبعا فيبا ب15، فهو بس صغير ده طبعا لتر الا ربع تقريبا يعني 750 جرام، فهجرب السايب كده اشتغل بيه بعد ما الازازه دي تخلص واقول لكم بقى ايه يعني. بس هو حلو يعني بصراحه، اللي هو بالجليسرين فرق مثلا جيني زياده او حاجه، بس هيحافظ على ايدك. احلى لحظه بحبها بصراحه بعد ما اخلص المواعين وخلص المطبخ كده وخلص كل اللي ورايا، تكبي ميه كده وتشطفي بقى رخاماتك كده وتخلي المطبخ نجيفه زي الفل، تخلصي بقى تعملي لك اي حاجه حلوه بتحبي تشربيها بقى كده، كوبايه شاي، كوبايه كاكاو، نسكافيه، اي حاجه بتحبي تشربيها بقى، وتخشي تقعدي بقى. طبعا ده بتكوني خلصتي غداكي بقى وخلاص كل اللي وراكي يعني، كافئ نفسنا بقى بعد تعب اليوم كله بقى، من الصبح الواحد ما بيقعدش، من ساعه ما بيصحى من النوم ويفتح عينه كده ما بيقعدش، فنكافئ نفسنا، ده ما حدش بيكافئنا، احنا نكافئ نفسنا يعني.
اهم حاجه بس بعد ما تخلصي تنشفي المطبخ كويس جدا، تنشفي الرخامات، الحنفيه، اي مكان حواليكي فيه ميه تنشفيه، عشان الميه دي لا قدر الله بتعمل حشرات، والصيف داخل بقى، فعشان ايه ما يبقاش عندك حشرات في المطبخ فحاولي تنشفي كل حاجه. نشفي بقى رخاماتك، الحوض، اي مكان حواليكي فيه ميه وتنشفيه. انا بعد ما انشف كده باخد بقى الفوطه اللي انا استخدمتها بقى دي كده، وبحط عليها شويه صابون وبدعكها كده، بتبقى زي الفل. الفوطه دي حلوه جدا يا جماعه، هي فايبر تقريبا او حاجه كده، مش فاكره اسمها ايه، بس الفوطه دي حلوه جدا يعني، بتعمليها وانت واقفه كده بتغسليها، مش محتاجه نقع ولا اي حاجه، بتبقى زي الفل. برضو تخلصيها وتغسليها وتطلعي من مطبخك، يبقى ما وراكيش اي حاجه، المطبخ نظيف وزي الفل. انا بحب انشف بقى الحوض كمان معايا كده بعد ما اخلص، عشان يلمع كده ويبقى نضيفه زي الفل. بس كده خلصنا مطبخنا وبقى نضيف زي ما انتم شايفين بقى كده، الحوض نضف، الحنفيه نضفت اهو، شايفين الرخامه كلها كده بقت نضيفه وزي الفل. بس هنا بقى معايا مشروم كده اللي كنا جايبينه مع بعض في المشتريات، ما كنتش عملته، فقلت ايه بصراحه ايه عشان ما يبص مني حرام يعني، انضفه وانا واقفه كده وافرزه واحطه في الفريزر على الاستخدام على طول. بس بصراحة انا عندي المعلب احسن، لان بيعمل كم ده بعد ما تفرزيه بيعمل كمية صغيرة جدا. المعلب بيبقى ارخص وفي انواع طبعا، وفي انواع رخيصة وفي انواع ايه غالية، فالانواع الرخيصة بتاعته بتبقى اوفر، كمية اكبر وبيقعد معاكي فترة طويلة يعني. انتوا زي ما شايفين بقى كده، انا بقشرتها من بره، شلت القشرة اللي من بره دي، وبعدين اللي فيه بيبقى من جوه بيبقى فيه حاجات سودة كده، تطلعي بقى بحرف السكينة او بحرف المعلقة كده علشان ايه تطلعي كل السواد اللي فيها ده. طبعا المشروم ما بيتغسلش عشان هو بيبقى عامل زي الاسفنج، فبيشرب الميه فما بيتغسلش. فانت لو هتستخدميه فريش امسحيه بمنديل مطبخ او بفوطه مطبخ نظيفه واشتغلي بيه، لكن لو هتفرزيه بقى هنسلقه اهو كده. بصوا انا معايا ميه سخنه، هعصر فيها نقطتين ليمون كده وهنزل فيها بالمشروم بتاعنا، هقلبه بس تقليبه كده يغلي غلوه واحده، غلوه واحده ونطلعه. هو طلعته كده، باخد بقى منديل مطبخ كده بنشفه حلو قوي عشان ما يبقاش فيه ميه خالص، طبعا بعد ما صفيناه في المصفى، بعد ما سبته يصفي كل ميته بنشفه، واخده بقى بقطعه كده طبعا الحجم اللي انت عايزاه، وعلى اكياس على طول، واحطه بقى ايه في الفريزر، ما بياخدش مننا وقت يعني. بس زي ما قلت لك انا شايفه ان التاني اوفر اللي هو المعلب، بس انا ما لقيتش من المعلب الرخيص بصراحه، لقيت معلب اسعار خياليه يعني، لقيت بسبعينات وبثمانينات، فما رضيتش اجيبه. انا في علبه كنت بجيبها ب 20 جنيه بس ما لقيتهاش. هنا معانا بقى ده فانيش، الفانيش ده على فكره حلو جدا، لقيت دي 100 جرام زي ما قلت لكم في الفيديو المشتريات، دي لقيتها ب 10 جنيه موفره يعني، فبجيبها كده بفضيها في الازازه اللي عندي وبستخدم منها للهدوم البيضة بس. بعد كده قلت اقوم اعمل لهم بقى حاجه حلوه كده، فكانوا عايزين كيكه شوكولاته، فقلت اعملها لهم كده ايه حاجه موفره من غير بيض، فعملتها معاكم قبل كده على فكره في القناه. حطيت بقى زبدايه كده، ننزل الزبدية كلها ونحط بقى معلقة خل كده، عشان احنا مش حاطين بيض بقى، فالخل هو اللي هيرفعها مع الزبادي يعني. وهننزل بكوباية سكر كده او كوباية ونص حسب ما بتحبيها محلية يعني، فانا مش احنا حطيت لها كوباية واحدة بس، عشان انا هحط صوص على الوش عشان متبقاش ايه محلية قوي. هنضرب بقى السكر كده مع الزبادي، نقلبهم كويس جدا، والفانيليا. هننزل بقى بنص كوبايه زيت، احنا بنوفر في الزيت، هي المفروض كوبايه بس انا قعدت اعملها لكم بنص كوبايه علشان ايه توفيرا للزيت يعني، نص كوبايه، كوبايه الا ربع الموجود عندك يعني. هنقلب بقى كده، ندخل كله في قلب بعض كده، وننزل بقى هنا معايا ده دقيق عليه باكو بيكنج باودر، عليه 3 معالق كبار كاكاو. هنقلب كده مع بعض، طبعا هي مش محتاجه مضرب ولا حاجه لان احنا مش حاطين بيض، فمش محتاجه مضرب كهربا، فقلت اعملها ايه وانا اقفها سريعه كده ايه بالمضرب السلك. طبعا قد ما حطينا دقيق يبقى ما ينفعش نشغل المضرب، يبقى نحط ايه نعمل بالمضرب السلك، نعمل بايه بالسباتولا كده، ندخل كل المكونات في بعض. طبعا هتلاقيها جمدت في بعضها وشكلها كده مش مريح، هننزل عليها بكوبايه ميه سخنه، سخنه مش مغليه يعني، سخنه حلوه. هنقلب بقى كده من تحت لفوق زي ما انتوا شايفين كده، من تحت لفوق عشان خاطر ما نطلعش الهواء ايه منها، مش معنى ان هي ما فيهاش بيض مش ما فيهاش هواء، لا لازم ندخلها برضو هواء. زي ما انتوا شايفين بقى، بصوا حطينا ميه سخنه اتغيرت ازاي. بس كده
هنجيب بقى الصينية بتاعتنا. انا بحب ادهنها من تحت برشة كاكاو كده او دقيقة على كاكاو، بس عشان من تحت بتبقى عاملة زي صوص كده، لما بتستوى بتبقى من تحت عاملة زي فيها كأنه صوص من تحت كده. بس هننزل بقى بالايه الكمية بتاعتنا كلها في الصينية كده، بس هنزلها بس كده عشان ايه تبقى مستوية كلها في سوا واحد يعني. دخلتها الفرن بقى وطلعت كده زي ما انتوا شايفين كده بقى. عايز تاكليها كده تاكليها كده، بتبقى طعمها حلو برضو، بس احنا بنحب نحط لها ايه يعني، انا ولادي بيحبوها بصوص على الوش كده، فهحط لها بقى ايه صوص كده على الوش. الصوص ده انا عامل، انا لو عايزين وصفة كاملة بقى هتلاقوها على القناة، ما رضيتش اطول عليكم يعني عشان الفيديو كده طول مني، فهتلاقوا الفيديو على القناة، هسيبه لكم برضو في شاشة النهايات او في صندوق الوصف او في الاي فوق عشان لو عايزين الوصفة كاملة يعني كده. يومنا خلص، يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.